السلام عليكم حبايبي الغاليين. النهارده طبعا هقول لكم اخر اخبار الكابتن محمد عبد المنعم المحترف في فرنسا في نادي نايس الفرنسي. قدم نادي نايس الفرنسي الكابتن محمد عبد المنعم للجمهور الفرنسي كله لما عمل له مؤتمر صحفي بالترجمه الفرنسيه، ترجمته مروه عبد المنعم، وسالوه عده اسئله: انت ليه لحد دلوقتي ما احترفتش وجاء الاحتراف متاخر؟ فقال الكابتن محمد عبد المنعم: ان انا اتاخرت في الاحتراف لاسباب كتير جدا، ومن اهمهم الاسباب الماديه. يعني قال الكابتن محمد عبد المنعم ان العروض اللي جات لي قبل نادي نايس كانت عروض ضعيفه ولا تشبع لرغبات النادي الاهلي، وتم رفض العروض كلها. لما اجى نادي نايس الفرنسي قدم لي عرض كويس وعرض مادي كويس، واللي شجعني اكتر ان انا انضم لنادي نايس الفرنسي لما المدرب نفسه كلمني، وشجعني اكتر لما كلمني مدرب نايس الفرنسي، وانا اعتبر اول مصري يحترف في نادي نايس الفرنسي، وان شاء الله هقدم معاه عروض قويه جدا واظهر بمظهر لائق واشرف الكره المصريه. للعلم يا جماعه، الكابتن محمد عبد المنعم انضم لنادي نايس يوم 29 اغسطس الماضي، ويبلغ محمد عبد المنعم 25 سنه، وانضم لكذا نادي مصري، وهو من ناشئين النادي الاهلي. أعاروا النادي الأهلي قبل كده لنادي سموحة وفوتشر سابقا قبل أن يعود للقلعة الحمراء ويبدأ تألقه مع النادي الأهلي. دي كانت أهم الأخبار يا جماعة عن الكابتن محمد عبد المنعم. والأهلي يعلن ضم الرباعي الشباب في القائمة الأفريقية. أعلن الكابتن سامي قمصان بتجييد الرباعي الشباب أحمد عبدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير، وبكده يستحق الأهلي الاستفادة من الرباعي دول في بطولة دوري أبطال أفريقيا القادمة إن شاء الله. وأتم الأهلي قيد اللاعب الجديد الوافد من الإسماعيلي عمر الساعي في نفس القائمة، ويستعد الأهلي لملاقاة جرمهايا الكيني في أول مباريات دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 15 سبتمبر الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة. هي دي كانت أهم الأخبار الكروية بالنسبة للكابتن محمد عبد المنعم والنادي الأهلي يا جماعة. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد من فيديوهاتنا.